ايوه ما اقدرش اسمح ان واحد يقول لواحد تغور انت واموالك، هو لا لا اه لا يغورش، ده احنا نشيله فوق راسنا ونشيله فوق طب دماغنا بس معنى ويفضل انا معانا، ليه حق الرد حتى مش لو كده؟ كان قال كلمه احنا بنعاتب فيها مفيش فهمنا، لكن ناخده. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى اتفضل دكتور اتفضل محمد، اتفضل دكتور محمد، هذه مرحله في الامه، مرحله تجميع. يا اخي يا اخي اتفضل يلا نجيب اولا لا يقصد. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل الاثار الاقتصاديه التي ستتاتى على الكورونا اثار اقتصاديه كبيره جدا يا خطيرة دكتور طبعا محمد، طبعا وخطيره جدا. والرجل حينما كان يقول، انا سمعت بعض مداخلاته مع الاستاذه لميس، والاستاذه لميس اعلاميه محترمه واعلاميه عظيمه، وسمعت اراءه في حاجات كتير، لابد ان نصغى الى هذه الاراء برضو بغض النظر اتفقنا او اختلفنا معاها، لكن رايي لابد نسمعه، ولما نيجي نناقشه نناقشه بالحجه والمنطق والاقتناع وباسلوب لا يؤذي مشاعر الاخرين.